ليالي الصدر المخفية في الصدر ودورك ليام، يا ليالي الصدر المخفية في الصدر ودورك ليام، احنا والأرض المروية بدموع وجهد وآمال، عشرة حب وشجرة حية ثمرتها ما تغيبش عال، وحتى لما يهب الريح تغني جوارحنا تصيح منك عطر الخير يفوح، غالية انت الدم ودمع الروح، غالية نرجع حتى كان نروح، أنا هو، أنا المنجي. تفضل سي المنجي. شنو هو؟ في بالكم جيتوا للدشرة هذه باش نسيبكم؟ باش نفلتكم؟ ما نخلطش عليكم؟ في بالي جيت تعزفية في أمي، المرأة اللي قتلتوها بالغزول وماتت مقهورة منكم. أمك الله يرحمها، تو باش نحكيو في حاجات صاروا قبل ما تموت أمك. أنا ما بيني وبينكم حتى شيء، لا تعرفوني لا نعرفكم، وكانكم على أمي ماتت. أمك ماتت. نشدك انت، نتبعك انت، نمرجك انت. نعم بابا، ناوي تقتلنا واحد ورا الاخر؟ كي مات بابا فما برشا حاجات تهزت، ومن جملتهم كواغد متاع زوز احوانت. وكي نهزوا احنا الكواغد هذوما اش نعملوا بهم؟ نبلوهم ونشربوا ماهم؟ تبلوهم تشربوا ماهم، ما يقلقنيش، اللي يسرق يعرف يخبي. وشكون قال مش انت هزيت الكواغد هذوما باش تاخذ احوانت الزوز؟ وشكون قال مش خواتك؟ خواتي صريق عن سيادتك تخيلنا. اسمعني، انا جيت نتفاهم معاكم باللين وبالسياسه. اللي تهمتوها ماتت، برا مش احكي معاها في الجبانه. شنو شنو احكي معاها في الجبانه؟ شي نحفر عن ساقيها غلطه راك، وانت مش ماتت امك باش يذي حقنا معها. هاني نبه عليك، راني مانيش مسلم في حقي، ورد بالك. شكون قال لك سلم؟ كان عندك ما يثبت برا مش يشكي. سامحني ما عادش تجي تقلقني هوني وتكسر لي راسي. راني نكلف هالكم غاليه، راني نعيفك في روحك. هني نبهت عليك. مع شكون كنت تتعارك بنيتي؟ ما هاني لا ينام ولا يخلي من ينام، خلط عليا حتى لهوني. شكونه؟ المنجي ولد الدردوري. جاي يتهدد عليا ويطلب فيا في كويخت بوه. ربي اقوى من الظالم بنيتي. هربنا زعما بالفضيحة. يا أخي هاي الفضيحة لحقت علينا حتى لهوني. عطيني البشارة عرضاوي. إن شاء الله خير. البقرة ولدت زوز. إيش بيك عرضاوي؟ يا أخي عقلك يخمم كان في البقر والهوش والزرع. أمال علاش البشارة؟ منور ناوي باش يخطب لك امراه. بالله يسيب عليك، يخطب الروح قبل. عز طفله في الواد غاليه. ها غاليه.
لها قبل باباك يعرس ويتهنى على رويحته. يا ولدي يا ولدي سمحت لفما لا غالي لابوها غالي ابوها رجعوا للبلاد سلموا الدار للمليك ومشيوا على رويحهم عندهم مده يا عايشك بارك الله فيك ايه عندنا مده مريناش هلو جايه ربي عينك عم مصطفى غاليه مرحبا بيك شديري جيت نقضي في قضيه للدار ماك تعرف بابا ما يقدرش ربي يشفيه وانت يعطيك الصحه عايشك لا محاله جابك ربي هي ميمه قيوله قال لي كان ربي يرادلك بالفرج يعرضك طبيب في الثنيه وبصراحه نحب نحكي معك كلمتين تفضل ساعة قبل كل شيء انت واخذة ولا مازال ما جاكش المكتوب كنت نقرأ ما فكرتش باهي غالية لو كان نخطبك توافقي المخطب المكتوب لا كاو احسن ما قلتي واحسن ما جاوبتي علاش على خاطر باينة ويخطبك ليا وبصراحة كانك موافقة خليني نقدم وكانك بنية عمي عندك غيري من تو قوليلي والله يسمنا على بعضنا علم الخير بابا في الدار نجم تجي تكلم أحسن ما قلتي وأحسن ما جاوبتي والله يا غالي إيش باش نقولك هلا غالب هاك تشوفي دراكتور ما يليقش بيك وزيدي كلمات الناس باقي راني شيعتك في شوري بسلامة تاع بسلامة سلم على بيك تقول لي امراه بسيطك يا خديجه اش تفهم واش ما تفهمش مش مشكلتي لكن الاوراق وين وين مشاو طاروا فما برشا احتمالات اش معناتها تقصد واحد من اخوتي لا لا اما ما دام عرفتش الحوانت وين وشكون اللي قاعد يستغل فيهم ما تنجم توصل حتى لنتيجه يا اخوي اسال على روحك حتى تعرف الحوانت وين ومن بعد نتبعوا الحكايه اما حاجه على الهامش ما تنجمش تشدها سير منجي صحيح أنا بدي بديت نشك في فيصل خويا على خاطر بابا كان يحبه أكثر منا شوية وهو الوحيد اللي يمشي ويجي عليه لكن عقلي يقول لي اللي غالية وامها هما اللي سرقوا الأوراق وإذا هما اللي قاموا بالعملية متى يظهر عليه على خاطر السارق ينجم يسرق لكن ما ينجمش يخبي يا سيدي زارتنا البركة ونورتوا الدار الله ينور ذاتك يا سي الأخضر ويكثر خيركم ها وانت واشك او قالوا لي كينات مستمره شويه هاني نهار نهارين ونعمل بيان شو احوالك يسلي عرضب يسال عليك الخير اما تعرف عم الاخضر احسن حاجه عملتوها كي روحت فرد مره هاني برام لينا كيس انتي خلينا من التاي يا راجل مازال توا نقعد ونفرح ونشرب التاي ان شاء الله خليها تقعد بحذنا مرحبا بك يا سي منور هي ما تقوليش شنو هي سبتها الزياره اللي ما كانتش برمجه والله ايش مش نقول لك انا مضبيه نخش دغري في الميضوع ان شاء الله خير ما ترى منا كان الخير الاخضر مش هو لازم نحكي على العرضاوي بلدي أسهل الناس يقولوا لك كلمة منك أنت يخدم كل شيء يا سيد نور مالا أنا جيتك خاطب راغب في بنت لحسب ونسب الغالية بنتك للعرضاوي ولدي العرضاوي سيد الرجال وغالية تستاهل ولدي
سامحوني نجي نطيب لكم كاس تاني. تبارك الله عليها. اش جالسي الاخضر؟ العين ما تعلى على الحاجه بس منور. كي الناس بواحد كيفك انت ينزاد يشرف على شرف. اما لا نشاوروا الطفله بالك عندها راي اخر. اسي منور غالي عمرها ما تلوي العصا في يدي. طفل ولدي عاقل ياسر داخل ببوشته كان في سمومنا دابا دابا روحه. قلت غالية طفلة ناشطة مصرارة تطير من الكف ثمش متخرجة من قشرتها شوية كثر لها بالعقولية. يا سي منور يا ليت أولاد الواد الكل جاوا كيف هو. المرأة يا الأخضر المرأة هي اللي ترد الراجل راجل ونصف سيد ما تتشق لغابة ولا تحقر بيه ترد الضبع ما يسوى شيء. النهار المبروك يا سي منور نهار اللي تولي نسيبي. ما لا عضال لي نمي. انت حضر لي روحك للعرس واللي ناقصك انا نكمله لك. ربي يفضلك يا سي منور. صحيت صحيت يا سيد الرجاله هكاك نحبك القرايه والقلم والدوايه. منور مبروك ما عملت للعرضاوي. الله يبارك فيك يا خيره يا باهيه. العقوبه الكمان ان شاء الله ربي يحييك وتفرح بيه كيما خطبت الليله للعرضاوي. اه يا خيره ما صاب الموت تنساني ما صار تنساني حتى نفرح بكمال ولدي فرحتين. فرحتك يتخرج لي من الجامعه والفرحه الثانيه كي ناسب لي عيان البلاد وناخذ له بنت ناس من كبارات المدينه. وني الفرحه الكبيره عندي كي تدز الهم لما ليه وتفرح بروحك زاد انت. هكاك المليح يبطا. نافي بلاستيك سي منور فرح العرضاوي نعملوا زوز فروحات. هو يعرس على غالية وانت تعرس على بنت الحلاء اللي تعرف قدرك وقيمتك. يا بنت الناس واش عملت لك الدوري الدوري وترجعيك الشعير لفم الرحى باقي هالميذوع. يا بنتي مانيش مزروب على الماخذ وعلى كل حال كي صح الصح ومش نخطب ما ناخذهاش من الدش. خير تود لك الخير سي منور. تحبك الصح والايام الطيبه. ما عدتيش تجبدي لي على الماخذ وفزي توا برا امشي ارقدي وارتاحي. تقوش ماشي هات حاجه تريك. لا يا بابا خويا كالعاده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ولدي اختان ابعد شبيك النهار وكل جات له خلاقي شبيك لابسني انزعني ما نحبش نشرب قهوه ما نحب نقعد في القهوه هكا باهي. اختان يا سيدي. يا خويا انت اليوم ضيفنا الشرب الكل بلوش اليوم كادو خالص على العرضاوي. واش بيا شرا بقرات جدد؟ لا شرا ماكينة جديدة. يا ريتو شرا طب تراب زاد حطها على قلبه معك التراب اللي عندهم. اي طلعي العرضاوي اختب غالية. من هو اللي اختب غالية؟ العرضاوي ولد منور عبد السميع. يذيب لك كذب قالي العرضاوي اختب غالية. هيا يا نكرة تفدلك المصد. يا ودي كان يتكذبني انا هسه نسمع الكل في البلاد. أنا يا غالية تبدلني ناه بالعرضاوي. يا أخي ماكش فاهم علاش ما وخدمها في مخك شوية. العرضاوي ساقها في الركاب وبيه يملك ربوع البلاد ونساوي انتوا يا بابا يحبوا علي في سراه ومتلين. مالا والله ما تتصورش قديش فرحت بيك اليوم كي جيتني. يعيشك يا خالتي. سامحني بنيتي ما طلتش عليكم هالايامات الكل. مشيت لمينا بنتي في سوسه نسيت روحي عندها. حتى هو سيفو خلاعة. شهرين تعدوا كانهم نهارين. قل لي شنو احوال بوك؟ هاكا شاد يخدم عند سي رشيد البلدي نهارين يخدم
ونهار يتحير عليه ظهره ويرجع يرقد. هذيك هي الحياة بنيتي، حلو ومر حتى يتعدى العمر. قولي خالتي، اخي محمد علي ما عادش يجي هوني. محمد علي عامل سيق في الشيح وسيق في الريح، تلقاه توا مبلوعة في بعض الوتلة وشدد هاك الدار متاع تونس وعامل في خليها ما ولاها. ربي يهديه يا خالتي. ادعيت له بالهدايا يا بنيتي وما نفع فيه دعاء. الغلطة غلطة المرحوم بوه اللي كتب له 30 الرزق اللي هو وحده وثلاث الباقي للأربع بنات أمهم. خالتي أنا اليوم جيت باش نقول لك اللي البارح جاو خطبوني. هيا ربي سهل. شكون؟ العرضاوي ولد منور عبد السميع. العرضاوي يا بنيتي غمض عينيك وخوذه والجهل عاد تلقى كيفه. و تكاينك ماكش فرحانه يا خي؟ عامله على غيره تحكي لي. انا عارف شي خالتي. يا بنيتي بعدك الفضيحه اللي صارت لكم شكون مازال يقرب لك؟ خذها من عندي هذه يا بنيتي، انا راني خالتك وفي مقام امك. وها باش نزيد نصارحك ونقول لك، راني لمحت لمحمد علي ولدي وقلت له ناخذ لك بنت خالتك، ما جاوبنيش جمله واحده. وانا نقول لك الحق، راني ما لحيتش عليه على خاطر نعرف ولدي ما يهنيش يا بنيتي. وبعد هذا ودونه تيش يخص ولد منور عبد السميع العرضاوي والجهه هي اليوم قعدت عليك ليله القدر. حتى هو هذاك اش باش يصير يا خالتي؟ سي منور. سيدك ربي ونحن عباده. غدوه مسافره لتونس، استحشت رايحه عن اختي. لا وريك ما يوحشك، هاني اثنين قدامك. باي. تفضل يا سي العرضه. صاحبي ود مبروك. سمعت به ناوي يبيع القطار ونص لمحاذي الهنشير متاعنا. مبروك عليه. هذي بيع اش دخلنا انا؟ والله وطات صاحبي كلها غرس ومخدومه خدمه نظيفه. ما اعرف في بالي. تعرف من اللي سمعت به ناوي يبيع وضربت في مخي، قلت صوارد متاع صابت الخوخ اللي بعناها البارح نحو منها شوي ونشرب بها نص قطار. ونص قطار الويه ما نزيدو على الوطان تاعنا اللي فيها يزي. باي خي راهي متهونش ورخيصة. يا العرضاوي راني ما عيني لا في بقر لا في وطا ولا في هنشير. يا ولدي رانا قادمين على عرس، استكفى بروحك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تشرف بخيرة في كل شيء إلا باش تعرس بها وتكون أحلالك. لا ورحمة أمي يا منور، ورحمة أمي لما نعمل لك عملة نعيفك في النهار اللي تولد فيه. شفتك من بعيد استغربت، قلت مستحيل قنبلة كيف هذه تكون بنت الويت. من زينك عملت أحلى. خسارتك يا محمد علي، ديما صاحب روحك. عمرك ما حسستني أنت تحبني محبة نظيفة. فيركب نوصلك. تينا ما رجعت الويت كان على خاطرك. قلت لي محبة نظيفة. يا أخي الحب فيه نظيف ومسخ هو. هاي نوصلك. بارك الله فيك، وصلت بعدها. استنى نحب نكلمك. ما عندك ما تكلمني. تكلمنا برشا وحكينا برشا. الكلام منوش فايدة. بلاش بيه احسن. نبه عليك يا محمد علي، انسى غاليه وحاول ما عادش تدور بيا. العرضاوي العرضاوي الراح جاي.
المجرمين اللي نخلوها اليوم نهز الناس كلها تبحث النار نشعلها. لاباس باهي تعيط. لاباس بخير لاباس. 25 مليون تخبوا من القرص من هنا فين جيتهم؟ وكم انت 25 مليون كيفاش وقتاش؟ وقتاش؟ هذه ما تكون كان اللي تمشي ندار عمك الاخضر نخطب. خلينا الدار واحد. الدار فيها خير. الدار فيها خير. قلتها من فمك. الدار فيها خير. اش تحب تقول ابي؟ خير واكله معانا الماء والملح. خير واكله معانا الماء والملح. زيد. ما تدخل الدار كان القمح والشعير. اعمل فولي قربع. قلنا طفلي تيمة. طلقها رجلها قاعد تتزقل. دخلناها لدارنا. حطيناها على روسنا. اش بحش دارت معانا يا عرضاوي؟ 25 مليون الكل طاروا؟ لا طار اشتروا وقعد اشتروا. اش بيك ما تفهمش يا ولدي؟ ما تكون كان خير عملتها. هي اللي خمت الصوارد وهربت. توا تمشي تجيب لي العساوي وتلعقوا عليها بالكهرباء تجيبوها لي حية ولا ميتة. عرفتينيش؟ تفضل اش تحب؟ تعرفيش واش نحب؟ ماني سمعت بخالي الاخضر زاد مرض قلت نطل عليا. خالك الاخضر مرض وقام لاباس. اي الحمد لله. ما لا خان قول لي الحمد لله كيف زيت لاباس. وصحي وصحي. مسيك خالي الاخضر. ايه بيتها في شان ويصبحها في شان. الحمد لله قصتنا سلاسل الفقر. ها اسني حوالك انت راني متحير عليك برش. يوريك ما حيرك يا سي فقر. تعرف نايا في فكري نقول اللي الهويه متاع الواد ما والمكش على خاطرك ملي جيت راك طبرا نهار وتتلوالي نهارين. اللطف هيا شد حلي فمك. لا ما ناكلش الحلو عندي حشاك السكر. اللطف والله لا في بالي بالمرضى زي ما سمعتش بيا خديته وهو زاد فيه جاي هني فينا. صحيح يصح الصح. فرحات الموضوع هذا وفيناه والعرضة ما يحبش ماشي وجهه. مش تحبي بابا ما تحبه على الفلوس. هاي الفلوس هاي الفلوس هاي الفلوس هاي الفلوس عندي نص شكارة فلوس هكا. هذه فلوس برمشي روح لداك. اضطردي في على خاطر العرضاوي. العرضاوي ما يتحكم في حتى فرنك ما يتحكم في حتى دينار. الا ما نقول الناس الكل الا ما ندور على الناس الكل نقولهم راهم خلوني نبيع ونرهن اللي ورايا واللي قدامي وبعد قصوا بيا الحبل. سمعي المره سي فرحات ما تعمليش مصيبه اخرى يرحم اللي جابك. ما تيجيش تكسر لي راسي روحي راهي في كحه. تو تشوف والله وراهم الدبايه اللي ما خليكم تدوروا في الدوار وتتلفتوا راكم تو تعرفوا منه فرحات واش لازم يعمل فيكم. بالظل عندكم الموت وماش نساك وراهم الدبايه اللي ما خلاهم يتساهروا عليك بالصباع في الدسرة. يا خير يا بنت خديجه. يا اخي شبيه الهبل الشمس ضربت له مخه بعد الغيبة الكل تستقبلني هكا. انت وين الفينيس يا احلى الناس؟ وين الفينيس يا احلى الناس؟ خسرتك يا محمد علي. باهي انا شو نعمل الدوره بالكهرباء عندي مده ما سمعتش الضحكه الحلوه نتاعك. انا خليت راجل. ما تقوليش الهبه اللي كان عندكم. خذيت عز الرجال في الوقت. شكون خذيت؟ احسن واعقل واطيب راجل في الوقت.
العرضاوي ولد منور. لا يا غالية مستحيل الزين يمشي لغيري. زين هذا كان قدامك السنين اللي فاتت الكل. لمحت لك ما حبيش تفهمني، قلت لك خوذني، قلت لي مانيش مزروب، شتحبي نعملك؟ لحلح بيك؟ بالحق عطيت غالية عبد الأخضر. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحني ما عادش بتحكم في أعصابي. غالية خذات وقرينا الفاتحة. وحتى كي تكتبوا الزيق يبطل. غالية بنت خالتي وأنا أولى الناس بيها. شنو تحب نعمل لك براح باش تجي وتخطبها؟ انت تقعد بالشهر والشهرين ما نشوفوش وجهك وما تسالش علينا ضربه واحده. ولا عندك الحق، احنا ناس زواوله. هاني جيتك توا، اعطيني غاليه. شبينا ساكتين؟ لو كان جيت قبل راهو ما اعز منك حد. اما سبقك ليها ولدي منور، وما دام عطيت كلمتي عطيت رقبتي. انت ما عندك حتى كلمه معينه. ناخذ غاليه بالسيف ولا بالمزيه؟ سيير رجع لي شاهد العقل ونحب نستقر وما نلقاش شي مخر منها. وين ما ناخذكش على خاطر خلاط ماخر. الطفله اللي تقول محمد علي لا مازالت ما جاتش للدنيا، وانا مانيش الهبله فرحات. انا محمد علي المدلل، والطفله اللي تقول ما ناخذكش مازلت ما خلقتش. فاهمه لالا غاليه؟ كسبتك يا عساوي. هيا اركب اخير اركب. شنو اللي صار؟ ما لاباس معه؟ لا لاباس مع عمك منور والعرضاوي، قالوا لي برا جيب خيره هي والفليجه نتاعها. ني والفليجه نتاعي؟ وشنو اللي صار وخي؟ اخيتي شي ما صار مع عمك منور، فز الصبح ما لقاش ال 25 مليون نتاع صابط التفاح. هذاك هو اللي صار. 25 مليون ما لقاهمش. يا بنت الناس اسمعي الكلام وركبي خير من الحكايه تخرب على مخك. اخيرا خير لك. يا حيرتك يا حيرتك يا خير. 25 مليون عيساوي؟ يا بنت الناس اركبي، انا خاطيني قالوا لي جيبها، قلت لهم الله يبارك. يجيك البلا يا غافل. محمد علي هذا مش باش يخلينا نرتاح ونتهناو، وخايف لا يتكلم فيك ويسمع منور ويبطل ماخذة والعرس وتشد بعضها. ما تخافش على غالية يا بابا، معرضة صدري لكل شيء. يلزمني نمشي لخالتك قمر ونفهمها لي انا عطيت كلمتي، مستحيل نرجع فيها. انا هي اللي باش نمشي له ونكلمه قدام امه باللغة اللي حب عليها. قلت لك شوية ناخذ لك غالية بنت خالتك، لحلحت بيك شويه وانت عامل مغناني. تو ظهر لك باش تاخذها وقت اللي جهه مكتوبها. هي نعم ظهر لي تو ناخذها، قبل ما كنتش نفكر فيها. بالطبيعه ما كنتش تفكر فيها، خاطر كنت لهي بمحونك وتبيع في رزق بوك وتصرف. خوفي لا يجيك نهار وتلقى راسك على حجره. ريض ريض وتعقل، ناخذ لك لليها. رجعنا لنفس الديسك المجروحه. انا نحبك تحاسبني على المشاريع اللي عملتها وين هي. اسمع يا امي، ما تهربش بيا من الشمس للظل، خلينا في غاليه. برا برا حل الباب شوف شكون جاي. برا برا. يخرج الطالح من الصالح. الله يهديك برا يا وليدي. عسلامة بنتي. جيت يلا تفضل احكي. الكلام مش معاك، جيت باش نحكي مع خالتي كلمتين ونروح. الله نخدم عندكم يا عرضاوي وتجيو اليوم تسرقوني؟ علاش هكا؟ ولا خاطرنا يتيمه ومقطوعه من شجره ولا من حاسس بيا ولا ساخف عليا؟ انا قلت لباي راهي خيره مش تاع عضاي. برا مشي دافع على روحك. عمك منور راهم يفهم كان بالحجه والدليل زايد راه. Mm-hmm.
جبتي الفلوس اللي خنبتيهم؟ خنتي الماء والملح. هاي الفليجة قدامك فركسها. العساوي خلط عليا في الثنية ولا بالكش زادة تقول درقتهم عند اختها. هاي الفليجة ها. هاي الفليجة شفاه. هاي الفليجة. هاي سي منور الفليجة شفاه ها. ها الفليجة. خيرا ما تخونش الماء والملح سي منور. على كل حال نلحم وانت سكين واللي يساعدك ديرة. يا اخي ما سمعتوش الصافي ده منور برا او باش يبدا تو يتملص ويبدا يسرب لنا في الاخبار كي جريده. يا سيدي انا في بالي بمنور خطب غاليه الولد العلاوي. لا يا راشد لا. دار منور البارح قعدت تسقف وقعها ادخلها ولاد حلال وضرب لهم فارجه فيها 25 مليون. مزبوط هالكلام؟ اي نعم. تو قديش من عام ساكن هنا في الواد وما سمعتش بحاجه سرقت. ايه لكن هو علاش معمل مخلي 25 مليون في الدار؟ ما هو فلوس السابق لما نهار السبت وما ينجم يصبها في البنك كان نهار اثنين. جمعة يا اخي بجدك ولا تفلك؟ يا اخويا الله اعلم. قالوا خيرة هي اللي هزت الفليجة وبدت ما صبحت قصت ربي للمدينة. الله اعلم هذا الكلام. قعدت فيها كان انا نعاني هوني وقتاش ربي يفرج عليا ونرجع للعاصمة ونعيش جوي غادي. امشي ويجا وهات حويجا ودولاب يدور الله اعلم. والفجر قريب يطلع. يا ربي سمعني علم الخير. أو أمه ها بزتي سارة هاني الخمر في الدبشات ومتحير عليك. وش بيك فرحات؟ شو بيك التو؟ لا شيء كنت سهرني وصحابي. منين جابت هالكسوة فرحات؟ الكسوة شريتها. شريتها؟ منين جوك الفلوس؟ شيء يا أمه كان واحد قاعد لابس زراتيل تقولوا بجرتل، كان واحد سريع حوايج جدد تقولوا منين جت الفلوس وزيطه وما راكم تهبلوني خيوط مخي لك طويل. فرحات سالتك جاوبني منين جبت الفلوس؟ زيطه طب كان واحد عنده فلوس تقولوا منين جاب الفلوس؟ كان ما عندوش تقولوا زوالي هذاك ما عندوش فلوس. وما لقيت راجل ناس مليح قال لي انت خدام وباهي باش نخدمك واعطاني عربو. تو تشوفي من غدوة من الصباح ما عادش تشوفيني نهار كامل. هذاك هو أمه. ومن هو هذايا؟ عند مين باش تخدم فرحات؟ تي راجل تو غدوة نقول لك عليه. حليلك يا علشية. يا خويا إن شاء الله هذاك حد الباس. وربي يخلف عليك. والله ما تتصورش قداش تأسفت وقت اللي سمعت بهالخبر. 57 سنة يطيب في الواد. ما نتفكرش حد تعدى عليا ولا على ولادي ولا على رزقي ولا حتى طمعه مديده الكعبه غلى من هنشيري. يا ولدي راك في عيون الناس الكل وشكون اللي فكر باش يمسك والله يجي على حالك؟ هذا هو على خاطرني باهي مع الناس الكل. اللي تتزوج نعاونه، اللي يمرض نوقف معاه، اللي تواتيه مصيبه يلقاني الناس ند متاعها وداري مفتوحه. يا اخي الحق انت وسرشيد البلدي ربي يكثر منكم الناس. والله قلت الحق عمتك
والله قلت لها يمشي يا خاطي. شنو هي هالتقلقيمه وهالحتى؟ اعطيني اعطيني قهوه وقزوزه وفلوس بالمسبق. ورقه ب 10,000 ضربه واحده. يا جماعه الدنيا مشتوفه. فرحات ولا يحكم في ورقه ب 10,000. يا طيب هذي وانت البارح مهنتن ولابس جروت حال تحليله، واليوم لابس تقولي مدير. منين جات الصورت؟ السلامة خيرة. شنو مازلتي غضبانة؟ انا ماشي عند اختي في تونس منور. ان شاء الله وش خدمة غادي مادام عاش عندك فيا ثيقة. سامحيني يا بنتي غلطت معاك. اما وراس كمال ولدي الما نفدي هالد ثاني يوم ثالث. انا ما كنش نتصور يجي نهار وتخوني سي منور ما عاش عندك فيا ثيقة. الله غالب اشي تنحضر وين ما نمشي نديك معايا وما نسلمش فيك. بهيش هك هيا عاد يا زيني من الغش واعملي لي ابتسام على كل وجه المزيان تراه. صحيت. على كل حال قدمت نازله والخاين لابد يتكشف. هيا رجع هك الحوايج وقعد يدار دارك. شنو عرضاوي؟ شبيك احبس؟ هكا هو باش نعمل طلع العم الاخضر لحد نحكي معاه شوي. اي عندك الحق حنا اسمك تطلع لعمك الاخضر. وهوينا عاد فرد مره تشبح اللي ساكن قلبي ساكن عقلي ومسحرني الليل. يتولى لك ربي ينكزك زي بها يا سيدي. ها نكزنا. كسبتك. شو كسبتي يا اخي؟ ما نجيش دير خالتي علي بالله. نسيت اللي انت ولد خالت غاليه. بكري شرت لك بيدي وانت راجع بالتراكتور. حبيت لك معك دقيقه لكن انت تمديت في الطويل. سامحني ورحمه امي. لا ريتك السمس كان جهرتني في عيوني ما دليت حتى شيء. تحب نحكي معك راس راس؟ هتجي معي الكهرباء؟ عليه وليد عمي الكهرباء والغمه. خلينا هنا هيك خير في الهواء والنسمه. قبل كل شيء يقول لك مبروك الخطبه. اي بارك فيك. والعرس قريب ان شاء الله. العقبه عندك يا محمد. ولا انت ناوي باش تاخذ بلديه؟ بلديه هي غاليه مش بلديه. انت عايشه طول عمرها في المدينه سافا. وين تبغي توصل؟ تحب كلمه ولا كلمه ونص؟ مازال عندك برشا كلام تبغي تقولها ما قلتهاش. اسمع رضاوي انت خديت غاليه ما تعرف عليها حتى شيء. خديتها قطوس في شكاره. بالله الطوس في شكارة. بارك الله عليك سيادتك جاي تنصحني وترشدني وتدلني. ثم برشا اسرار ما يلزمش تخرج من صدري. اسمع دق لحنك وكلام الذراني ما نحبهاش. كان عندك حاجه طلعها. ليه روحك سي العرضاوي. انا ما نحبكش تدخل على العرس باش تندم عليه طول عمرك. يا محمد تكلم وفرس الكوارت قبل ما تطلع لي كلمه مثل الكلب. اسمع سي العرضاوي غالي مره ما حبيتك ومستحيل تولي تحبك. بالله تحبك انت غالية ماهيش المرأة اللي لوج عليها. برا اسألها واسأل الناس واسأل بوها وجيرانهم في تونس وقول لهم شنو السبب اللي خلى عام الأخضر وبنته يرجعوا للواد. الواه يسأل في الناس جاوبوه انت وقولوا اللي تحب تقول. تكلم يا محمد علي ولد خالتي كان عندك ما تقول. وامي تعرف كل شيء. قولوا اللي تعرفه انت قبل منك كل شيء. يا اخي تنكر اللي انت كنت تجري في جرتي باش ناخذك. كنت فقيره وعقلي صغير نخسيبك عبد وعليك الكلام. اما يدك ما تحطتش عليا. تكلم قل له اي ولا ليه.
تكلم عاد، هاتش عندك؟ تفضل معي عند خالتك وهي تحكي له على كل شيء. علاش جاي تعرف الراجل وتعرف في روحك ما عندك شيء؟ كانك عبد عاود كلام اللي قلته للعرضاوي الكل قدامي. انا مانيش خايفه خاطر نعرف عرضي نظيف، وانت اكثر واحد تستعرف بهذا. اسمعني يا عرضاوي، كانك مصدق كلمه واحده اللي قالها محمد علي، قولك برا لوجه على واحده اخرى غيري. محمد هاكا راه مريض، هنا نعرف اكثر منك. انا نوصي فيك برا، وكانك على خالتي برا اسالها، اما كانك باش تقعد تسمع في كلمات العباد قولك الله يسمعنا على بعضنا وعلم الخير. غالية، أنا وقت خطبتك لا خوف ولا طميع. عملت اللي قالك عليه راسك سي محمد علي؟ يا مي اخي شبيك كل ما تشوفني تلوم عليا؟ عمرك ما شفتك فرحانة بيا. تعرف شكون كان بحذايا قبيليك؟ عمك الأخضر. ما نعرف حد. أولاد الفاميليا ما يعملوش هذا، واحنا وبنت خالتك عارنا واحد، واللي يمسها يمسنا. تجي انت للعرضاوي تفرشلها حسيرتها وتقول فيها كلام اللي ما يقولوش الغريم في غريمه؟ تي الراجل قريب يبكي هوني بحذايا قبليك. وقتاش باش يستقيم حالك يا طفل؟ وقتاش؟ ومانيش ناوي نفك، مازلت نقول. وانا باش نكذبك ونمشي للعرضاوي ونقول له غاليه هذيك ذهب ذوق 24، ولدي هو الضايع وهو الكاذب. طيب ربي يمي، انت معاها ولا معايا؟ حرام عليك تخرب على بنت خالتك طفله يتيمه. وهاني ننبه عليك، اذا ما زلت تجبد بنت خالتك على لسانك بسوء لك مني ولاني منك، ونقعد غضبين عليك لين نموت، ولا ما نشوف منور ونقول له راك خذيت بنت اصل ومفسد. يا مي نحب نعرف علاش عم الاخضر وبنته هربوا من الحمى وجوا لهنا. نعم انت مره لمحت لي بكلام ما فهمتوش، اما تو نحب نعرف كل شيء. انسى بنت خالتك يا طفل، انساها وانا ناخذ لك خير منها. انساها ولا ورحمه بوك ورحمه بوك لما ندور عليك بالمثني. انساها وانا ناخذ لك خير منها كما قلت لك. وين نحب نعمل لها عمله تقعد لها تاريخ؟ تخسر كان انت، على خاطر انا باش نكذبك باش نمشي لمنور والعرضاوي ونقول لهم اي كلمه قالها محمد علي في غاليه راه يكذب في كذب. باهي معكم يا ذو مرديه من بقاته. سي مناور، ما قلتليش وين قاصد ربي؟ نهارين ولا ثلاثة للمدينة، ماني نقضي قضية العرس ونستدعى الأحباب وأصحاب العرس العرضاوي، ولا عاقبة ليك أنت ثم. من فمك الربي سي مناور. أنا بعثك العساوي يا أختي معاه باش تشري كسوة كمال، وكسوة ليك، نعرف عندك ذوق. ما تخافش على كمال، أعز كسوة في المدينة ناخو هالو، كمال راهو غالي سي منور. نحب الكسوة اللي تشري هالو كان مضخمة، وما تخافيش على الصور. ما توصيتي مع لنواح. مالا تلقوني في دار سي التوفيق، أنا والعيساوي يعرف. ربي هنينا سي منور، إن شاء الله يا ربي نراك عريس هك. إيه يا شبيه، لهنا نلقى بنت الحلال تناسبني، علاش لا؟ ما عادش الا مات الرفيق تكتب في الجوابات والمراسيل. عري من كساك من دبرتهم ما جرت جددت. ربي ناب علي الحمد لله وليت مبسوط. صلي انت ثانى ربي ناب عليك وتبدل الزرود بزرود جدد. يا اخي بعت الدار فرحات ولا شنو الحكايه؟ كيفاش نبيع الدار؟ الدار باسم العزوزه كيفاش نبيعها؟ مال اخويا هالكوارت ابو 10000 اللي تفرني فيها منين جاوب؟ انت مش بيك واش يهمك فيا؟ واش يهمك فيا؟ واش بتتبع فيا؟ ما قلت انا زحمه كان عندك برشا فلوس تدخل معايا شريك في القهوه. ايه
خلينا ناخذ لها في الجدار جديد ونضرب لها تلفزه بالكولان ونعمل لها شويه ديكور هكا وتولي قهوه تعبر. كان تحب تدخل معايا شريك تفضل. تحب تسلفني ونرجع لك الدينار دينار ومئة بارك الله فيك. قديش حاجتك فلوس انت؟ مليون زين وتدخل معايا شريك في الربع ونعملوا كونتراتو على دين كاتب عمومي. اشكرك. خلينا الفلوس تكون عندك باش تعرف الرجال ومعاش تحقر فرحات. ما انا نتعدى ناخذهم. وانت تعدى؟ لا ليه ليه تقعد تتعب حتى للدار؟ ليه ليه اخر السهريه نجيبهم لك نال القهوه. تعال امراني ندخل شريك بالربع. واذا كان عندك زوز ملايين تدخل معايا شريك في النص. وكي نعطيك 4 ملايين وتبيع لي القهوه الكل وتولي تخدم عندي نائب السهريه. هكاك تجيب لي الفلوس ونتفاهم. عضل لينا مين؟ اطلب لي الجازوز وبعد قول لي قداش الحساب. هات له جازوزه يا ولدي. سي فرحات سي فرحات قول له جازوزه سي فرحات. صحيح. تاخدنا دورة الأيام.